كده خلاص بكره مش خلاص خلاص ايه انواع الاجل بقى قولي نوع كده انواع الاجل ما تسمعها شاطر والله شاطر جدا اكوبيك الماتايتس بس خدي بالك انت قلت الماتايتس وانا عمال اقول ايه الاكزيما صح طب قبل ما تكملي باقي الحاجات هو يعني الماتايتس هي الاكزيما بشكل كده صح ولا ايه رايك؟ يعني قلت لك انا بقول لها انواع الاكزيما قالت لي الماتايتس على اساس ان الماتايتس هي ايه؟ الاكزيما وهنشوف الكلام ده صح ولا لا اتوبيك الماتايتس او اتوبيك اكزيما على فكره طب ايه تاني؟ صح طب انت شاطره جدا اهو سيرويد وناخد بالنا من حاجه بتقول برضو ايه؟ الماتايتس طب ايه تاني؟ كفايه كده صح؟ طيب يا احمد عايزين قلم نكون بس يا طيب قولي بقى كونتاكت ديرماتايتس وخدوا بالكم برضه كله مصر على كلمه ايه؟ كونتاكت دي وبعدين ديرماتايتس برضه فاهم؟ حسن كيس قوي كيس قوي شوف بقى حسن ولا ولا ديرماتايتس ولا ايه؟ ولا اكزيما انا هقول لك اسم ثاني خالص بتقيس اكبر ديسكويد اكزيما صح ديسكويد يا سلام واكزيما اهو انا فوزية شيل حاجة ولا لسه قول عندنا انواع الاكزيما لسه كتير خلصوهم مين لسه كتير جدا طبعا دي تقريبا دي دي الكلينيكال قول والله دي سيما وجود البتاع كده يوتيوب بعد كده الشغل بتهدى شويه
لو في الباثولوجي في سبونجيوز صح؟ وهنشوف بعد كده خلاص. يبقى اذا يا ريت بس نتعلم حاجه خطيره جدا جدا. This term is a clinical pathological term. يعني clinical له شكل وباثولوجي له شكل. السؤال بقى دلوقتي لنوران برضه عشان هي اللي جت برجلين قبل ما نبدا من الاول. بص بقى يا نوران، هل الاكزيما والدرماتيتس سينونيمز نفس الحاجه؟ يعني زي ما انت قلت كده اتوبيك درماتيتس ولا نقول عليها اتوبيك اكزيما؟ نقول سيبوريك درماتيتس ولا سيبوريك اكزيما؟ يعني هل هما الاثنين دول سينونيم ولا مختلفين؟ يلا قولي رايك وهما هيكملوا وراك. الاثنين فيهم انفلاميشن. الدنيا سهلة جدا، نفس الحاجة ولا مختلفين؟ نص نص. لا نوران كده يا نوران ده مش هينفع كده. اهو شايفة دي؟ يا ما تسألنا من دي فوق الحين. يعني السؤال سهل جدا، نفس الحاجة ولا مختلفين؟ هم دول اختيارين، ما عنديش اختيارات غير كده. يعني نفس الحاجة لو مختلفين. 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 حلو، مختلفين في إيه بقى؟ ما ده السؤال. يعني مش لازم يكون في اوزك، يعني ممكن يكون في انفلاميشن بس. يعني طيب بس طبعا هي في الثاني بتعمل ايه؟ طبعا علشان يعني ايه لما نشوف بكره بقى او الاسبوع الجاي. طيب مين تاني اللي وراني بقى؟ هل الاكزيما هي الدرماتيتس؟ احنا بدانا طبعا انت جاي متاخر. هل الاكزيما هي الدرماتيتس؟ ولا في اختلاف بينهم؟ يعني هم مثلا هم نفس الكلمه ولا هم اختلاف بين الكلمتين؟ لا. لا هي لسه جاي. انا قلنا تستوي سيبوش. هي هي يعني ممكن نقول اتوبيك درماتيتس واتوبيك اكزيما. بص بقى استنى بالله. طبعا انت لسه جاي، احنا قلنا ان الاكزيما والدرماتيتس والحاجات دي كلينيكال ليها شكل وفي الباثولوجي ليها شكل. وهي مش مرض واحد ومجموعه كتير. الناس دي متأخر ما عندها فخر واحد. يلا يلا كده معاك. ادي يا سامع كده سامع عشان تخلص. بس كل ده بقى المفروض يعني. خلاص؟ يعني خلاص ما خلاص دخلت بقى يعني يا سامع عشان نخلص منك يا سامع. قلت بقى. خلاص كل ده كده. لا مش بس ايه؟ ماشي بس تخلصي بقى بتقولي خلاص ايا كان يعني. طيب. هما اتفقوا اتفاق وانت جاي متاخر كده ان كلمه لو انا بتكلم كلينيكالي درماتيتس هي الاكزيما كلينيكال بس. يعني انا كراجل كلينيشن هلاقي هنا اريثيما واوزنج وبتاع اقول والله دي اكزيما اقول دي درماتيتس كلينيكال. علشان كده يقول لك ايه؟ مش كده ركز معايا. تقول اتوبيك درماتيتس او اتوبيك اكزيما، سيبوريك درماتيتس او سيبوريك اكزيما، كونتاكت درماتيتس او كونتاكت، كل ده مسموح لك عليه خالص. بس ليه من وجهه النظر ايه؟ الكلينيكال. باثولوجي يقول لك لا بقى. ليه؟ اللي انتوا عارفين في الباثولوجي ونشوف دوران كده اللي هي لسه جايه، كان كل الامراض الجلديه بيقولوا عليها درماتيتس. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لو انت فاكر في الفيرست كده يقول لك ايه؟ سوريسي فورم درماتيتس، لايكينونين درماتيتس، انترفيس درماتيتس، صح؟ تحس ان الجلديه كلها عباره عن درماتيتس بس انواع من مختلفه من الدرماتيتس، فيزيكو بولس، انترفيس، بريفاسكولا، مش عارف صح؟ فبعد كده بتاع الباثولوجي يقول لك لا انا ما اقدرش اقول ان الاكزيما هي ايه؟ الدرماتيتس. ليه؟ لان الدرماتيتس بالنسبه له كلمه ايه؟ كبيره جدا. يعني اللايكن ده يعتبر بالنسبه بتاع الباثولوجي درماتيتس. حتى اسمه لايكن وبيت درماتيتس. انت فاكر الكلام ده ولا لا؟ ومثلا السورايس يقول لك ده سورايس فور درماتيتس. ومش عارف الانفجاس والحاجات اللي فيه فيزيكال وبولس درماتيتس. طيب انت جاي اول مره؟ بس احنا طبعا بس احنا النهارده صايم اليوم في البيت فاهم؟ لسه النهارده هتبعت الكفر ده اقسيمه. اقعدي ماشي ماشي. بس شوف دي عادي ده يا ولد طه. ان شاء الله خير ان شاء الله كلنا كده وبتاع كده وكل ربنا يسهل ماشي.
شوف يقول كده الراجل ليه هدي على فكره ايه الكلام ده طيب يلا بينا يلا بينا يلا بينا دكتور ايه دكتور اسماء يلا بينا يا دكتور اسماء كنا بنتكلم على الاكزيما قبل ما تيجي اكزيما ودرماتايتس هما نفس الحاجه ولا انت ايه رايك ولا متهيألي نفس الحاجه ليه كلينيكال نفس الحاجه نقول اتوبيك درماتايتس او اتوبيك اكزيما سيبوليك درماتايتس او سيبوليك اكزيما كده لكن الباثولوجي لا كنا لسه بنقول كده كده بتوع الباثولوجي ايه بيعتبروا المفروض الامراض الجلديه درماتايتس سورايسي فورم درماتايتس انترفيرين درماتايتس لايكينويد درماتايتس بديكلوبولا درماتايتس وهكذا وبالتالي من وجهه نظر الباثولوجي كسمر ان الدرماتايتس كتير لكل الامراض الجلديه اما الاكزيما هتبقى حته من مين؟ من الدرماتايتس انا لسه كنت قايل شويه ان الاكزيما فيها سبونجيوز صح فنقدر اقول ايه ان الاكزيما بقى من وجهه نظر الباثولوجي سبونجيوتيك درماتايتس ان هي حاله خاصه من حالات درماتايتس فيها سبونجيوز فنروح مسمينها سبونجيوتيك ايه درماتايتس حد فاهم حاجه عشان كده لما اجي اسال السؤال ده تاني يا لمياء لما اجي اسال السؤال ده تاني يا شباب واقول للناس اللي انا فاهم مثلا اللي ورا ده واقول هو هي الاكزيما هي الدرماتايتس ولا لا؟ ما حدش بيستعجل في الاجابه، كله يا دكتور انت بتتكلم كلينيكال ولا باثولوجي بيتكلم؟ صح؟ لان بتوع الكلينيكال بيعتبروا الاكزيما هي ايه؟ وانت لما تيجي تشخص حاله كلينيكال كصوره كده او كبيشن تقول له والله بص ده عنده اكزيما تسليدا او عنده درماتايتس، ده عنده اتوبيك درماتايتس او عنده اتوبيك اكزيما، كلينيكال تمشيه ويمشيه هما الاثنين نفس الحاجه. لكن بتوع الباثولوجي بقى كله كده يتعفرت منك ويزعل جدا ليه؟ لان هو الباثولوجي عنده معظم الامراض الجلديه عنوان كبير اسمه ايه؟ يقعد يقسمهم للسوريسي فورم لو انتوا فاكرين في قصه طالعين من الفيلم سوريسي فورم ولايكينويد وانترفيس وبيتروبولاس وبيتروبولاس وحاجات كده فالاكزيما هتبقى حته من مين؟ وتبقى العلاقه بين الاكزيما والدرماتيتس بسبب ايه؟ ان الاكزيما جزء من درماتايتس ده الاسم العام الاكزيما دي حاله خاصه حد فاهم الحته دي ولا ما حدش فاهم؟ حسن ما فهمتهاش لسه مين فاهمها؟ طبعا حسن طيب خلاص طيب يبقى انا دلوقتي بس عرفت يعني ايه اكزيما واتفقنا الاتي ان الاكزيما او الدرماتايتس هي مجموعه امراض وليس مرض واحد بنوصفه كلينيكال ولا باثولوجي؟ كلينيكال ها وباثولوجي كلينيكال له شكل وباثولوجي له ايه؟ شكل وباثولوجي له شكل وكلينيكال كلمه اكزيما هي كلمه ايه؟ درماتايتس اما باثولوجيكال ها الدرماتايتس اكبر بكتير من ايه؟ من كلمه خلاص؟ طيب يلا بقى نعمل المعلومه الثانيه يا رب كله يخش معانا انا زي جايبك امر ايه انواع الاكزيما بقى؟ او ايه الكلاسيفيكيشن بتاع الاكزيما؟ كله بقى يستخدم ايه؟ كله يستخدم ايه؟ الاكزيما لما نيجي نقسمها ممكن نقسمها بكذا طريقه بكذا ايه؟ طريقه بكذا طريقه الاكزيما ممكن نقسمها بكذا ايه؟ طريقه اولا بيقسموها حسب السبب بتاعها جاي منين؟ من بره ولا من جوه؟ هيسموا الكلمتين دول يقول لك اكسوجينس وايه؟ واندوجينس اكزيما واحنا هنا قاعدين نركز شويه في الكلام يعني ايه اكسوجينس اكزيما؟ يعني انا عندي حاجه جايه من بره هي اللي بتعمل لي الاكزيما صح؟ زي عارفين اشهر مثال ليها ايه؟ الكونتاكت درماتايتس الكونتاكت درماتايتس يعني ايه كونتاكت درماتايتس؟ كله عارف نوران عارفه ايه؟ واسماء كمان يعني ايه كونتاكت درماتايتس؟ ان انا بجيب حاجه صابون ماده كيميائيه قويه مش عارف ايه احطها على جلدي فجلدي يلتهب ويحصل ال اس دي موجود والكلام ده كله هنا السبب ايه؟ حاجه من بره يبقى الاكسوجينس اكزيما يبقى الاكسوجينس اكزيما اشهر مثال ليها مين؟ الكونتاكت درماتايتس طب والاندوجينس اكزيما جايه من جوه ايه جايه من جوه؟ يعني في حاجه خلت جواك انت كشخص حاجه جينيتك بتاعك زي الاتوبيك انت عارفين الاتوبيك دي الاتوبيك درماتايتس دي اللي هي جزء من الاتوبيك تريات اللي هي اهم حاجه في الاكزيما هناخدها النهارده يقول لك الاتوبيك درماتايتس دي اشهر مثال للاندوجينوس تقول له ازاي يا دكتور ده انا بسمع ان هو ايه لما يحصل انهاريشن في حاجه او يتعرض لاضطراب او كده تقول له ده اسمها تريجر فاكتور او انزيمتين لكن هو اصلا موجود وعنده اتوبيك صح؟ بس الحاجات اللي بره دي الصابون والحاجات اللي زي ما هنشوف دلوقتي بتعمل اجريفيشن للكونديشن
حرف الدليل على كده ايه؟ حسن بيقولوا طب ما الناس التانية كلها بتتعرض للصابون والتراب ومش عارف والزرع وما اعرفش ايه، صح؟ ايه اللي خلى ده يجيله وده ما يجيلوش؟ كله اللي انت عندك اصلا من الاول خلل في الجينيتك ديفكت جوه، فده مثال لما يسمى بالاندوجينس اكزيست. وبصراحه انا مش عايز اعدي دي بسهوله. ليه؟ لان الاندوجينس برضه بيبقى ليها اكزازربيتنج من بره، بس مش هو ده كل الباثوجينس. لكن الكونتاكت الموضوع كله ايه؟ من بره. يعني متفاهمين الكلام ده؟ احنا تجيب لنا كل الناس دي وحاطين عليها كلور مركز ولا حاطين عليها ماده حمضيه، كل ايدينا هتفتح كلها، ملوش دعوه جينيتك ومش عارف ايه الكلام ده كله. حد فاهم؟ يا رب الناس تركز معايا. فلما اقول كلمه اكسوجينس يا حسن قصدي ان الموضوع كله حاجه بنت من بره وخلاص. لكن لما اقول اندوجينس ان انت عندك خلل من جوه عامل لك المشكله دي، صح؟ في عوامل خارجيه من بره. عينين الاتوب دول يشم حاجه يحصل له انشان، يجي يلمس حاجه يلبس حاجه، صح؟ ياكل حاجه، بس هو من الاول اتوب من جوه. عرفتوا الكلمتين دول اكسوجينس وايه؟ واندوجينس ولا ما عرفتوش؟ ده كلام جميل جدا. تعالوا بقى ناخد معلومات ثانيه عشان نفهم. طبعا لما تقرا الصفحه هتلاقي في جدول جميل جدا. بص كده مع اليسرى هتلاقي في جدول جايب امثله لمين؟ للاكسوجينس. بصي في الكتاب. طب بصي في الكتاب، افتحي لك برضه. ما ايوه لا ده بتوزعوا نفسك يا جماعه. تعالي يعني تعالي 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 وانت خليكي مع الكورسات. بصي كده وبخد من كل واحد منهم 10 جنيه ولا حاجه. ماشي تيجي متاخر. الاكسوجينس ايه؟ خلاص. مين شايف الامثله بتاعت الاكسوجينس والاندوجينس وكده؟ خلاص. طبعا الاندوجينس الغالبيه العظمى، الاكسوجينس على راسهم مين؟ في الكونتاكت الماتيريالز. ده اشهر مثال للاكسوجينس. في تقسيمه ثانيه بقى اللي هي تقسيمه الكلينيكال اكورد تو ذا كورس اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي هي ايه بقى؟ تقول لك الاكس ما اسمها اكيوت الاول، فاهم؟ وبعدين صفحه اكيوت وبعدين تبقى ايه؟ كرونيك. البتاع ده من يوم ليه بعد ان نفهم الاكزام. لو حد كده شاف كنتك ولا بتاع تلاقي انزيما كروني او كده الدنيا تهدى انزيما بروح وبتاع، فده اسمه سب اكيوت وبعدين بقى كرونيك كده يعني. طيب يبقى اكوردنج تو ذا كورس عندي كام مستوى؟ ثلاثه اكيوت مش احنا قلنا في الاول ان الاكزام كلينيك وباثولوجيكال تيرم، يعني كلينيكال وايه؟ طب ما معنى كده بدون اي يعني ذكاوى ولا بتاع ان انا في كل مرحله من دول ليه شكل كلينيكال وليه شكل باثولوجي، صح؟ انت عشان ترتب في دماغك ممكن تعمل ايه؟ تعمل جدول كده في مخك دلوقتي تقول والله بص بص انا عندي اكيوت وصاب اكيوت وايه؟ وكرونيك، وكل واحده من دول عايز اعرف شكلها الكلينيكال عامل ازاي وشكلها الباثولوجي عامل ازاي، صح كده؟ في مثلا صورتين عندكم كلينيكال كده، مين يبص عليهم؟ الصورة ناحية الشمال في القلبو كده، صح؟ في القلبو تبص كده تلاقي ايه؟ تلاقي لون احمر وبيلمع كده، اللمعة دي معناها ان في مية في اوزي، وتسأله كده يقول لك انا بهرب شو ما اعرفش ايه، ده يبقى الاكيوت شكل، يبقى ده شكل الاكيوت اكس، صح؟ لو حد خد باله اللي طاغي على الاكيوت اكس نايم، يعني ايه اللي طاغي؟ الانسيما لون احمر بس لكن لسه مفيش سكيل، صح؟ لكن الجلد ما تخنش ما حصلش هايبر كيلاتوز ولا كانسور، صح؟ لان انا لسه في الاول. طب انا لما اشوف حاجه زي دي في الباثولوجي اتوقع عليه برضه ده اكتيشن، صح كده؟ طب مين يبص الصوره اللي بعدها؟ تعالى ناخد اكزي مثلا زي حاجه مشهوره جدا اسمها لايكن سيمبلكس كرونكس. لايكن سيمبلكس ايه؟ كرونكس مثلا. تلاقي الجلد ماله مش احمر، لكن الاحمرار الاحمرار هيدي شويه. وتلاقي في سكين بقى وراست وحاجات زي كده، صح ولا مش صح؟ وبعدين تلاقي الجلد ممكن كمان يدخل كده. دخلنا في مرحله ثانيه اسمها كرونيك. يعني هو عايز يقول لك ان انت لما تروح من الاكيوت للسب اكيوت للكرونيك في تغيرات في مين؟ في الكلينيكال بيكشر. وده ينعكس على التغيرات في مين؟ في البصر. فاهمين الفكره؟ فانا اللي انا هعمله دلوقتي لازم احفظ كويس جدا وافهم كويس جدا كلينيكال كده 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 وباثولوجيكال كده كده. نبدا في الاكيوت في الاول. كلينيكال تنسيم اوزي لسه ما فيش سيجننج ما فيش اي حاجه في الكتف، صح؟ لا ده في مفاجاه كمان، ده ممكن يكون فيها بولا او فيزيك. انت
تعرف لما تبقى الدرماتايتس عنيفه قوي ممكن تلاقي لك بتفقفق، يعني تحط حاجه كده على جلدك تلاقي جلدك مره وبيموت وبتاع وتلاقي طلع فيزيكال وكله. يعني اذا في الاكيوت ستيج لو الرياكشن عنيف الاقي ايه؟ فيزيكال وكله. حد فاهم حاجه؟ طيب مين بقى اللي قدام يقول لي الفيزيكال والبولا دي بتقول لي ازاي؟ الاسبونجيوز لما يزيد قوي زي ما خدنا في اول محاضره. أيوة يعني هو البالون حاجه ثانيه، بس انا قصدي الاسبونجيوز لما يزيد كميه من الخلايا ممكن تتجمع في حتت كده تعمل زي الكوليكشن اوف فلويد في الابيدرمس. هذا الكوليكشن اوف فلويد يبقى ايه؟ عشان كده نفسي الناس تبقى فاهمه حاجه، اللي هشوفه كلينيكال لازم له تفسير في الباثولوجي. انا عندي احمرار يبقى فيه بازو، عندي اوزنج وميه قول له البازو دايلاتيشن عمل ترانسيودين طلع قديمه. القديمه دي مشيت في الابيدرمس في ظاهره اسمها سبونجيوزس، وهي ماشيه في الابيدرمس طلعت على السيلف سكيل بتنزل مش بيبقى اسمها ايه؟ سبونجيوزس. طب لو الميه دي اتجمعت وعملت كله كده تعمل بالون ميه يبقى ايه؟ عمل ازاي يعني؟ من الحالات الاكيوت، الحالات الاكيوت فيها ايه؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ مش حاله كونتاكت درماتايتس او بتاعه فيها فيزيكال وكل لو انت عايز تشوفها كويس روح النهارده البيت جيب كلوريا. شوفها على نفسك. شوف شويه هتلاقي ثلاث اربع تلاقي الاسيما والاوزنج والهارد. قلت له استنى انت هتدوت كمان تلاقي الاسيما. احمد. شوف احنا الناس عايزه ايش النوع ده؟ مش عارف. ماشي. واحد ميه. ده اكيوت. بعد شويه لما اخش على الصف اكيوت يقول لك الدنيا مالها ايه؟ كل الصحراء معايا تبدا تهدى. دي السيما تقل والاوزنج يقل، ده معناه ان البازو دايلاتيشن ابتدى يقل. لحد ما اوصل لمرحله كورونيك اكزام، على فكره اشهر مثال للكورونيك اكزام حاجه اسمها لايك سيمبلكس ايه؟ كورونيك. هتلاقي مثلا في ناس بتهرش كتير كده في رقبتها او في رجلها او حاجه زي كده. مين فاكر ده بيبقى الجلد عامل ازاي؟ بيبقى الجلد في حاجه اسمها لايكيفيكيشن، اسمها ايه؟ كلمه واحده بس في الكورونا، خلاص جبت على الكلام ده اسمها لايكيفيكيشن، اسمها ايه؟ طبعا كل اللي قدام على الجلد بس نشوف دكتوره اسماء ودكتوره نوران الجداد اللي هم جايين في اخر محاضره في الكورس. اخر خالص، انت كنت تروح فيه خالص اخلص الكورس. يعني ايه لايكيفيكيشن عارفه؟ مش عارف. طب مين اللي قدامي هو أو ممكن نقول إن السكين ده لايكينيفايد، مفهوم؟ ودي معناها دي كرونيك إكزيما على طول. طب أنا نفسي أسأل سؤال بسيط كده، في الباثولوجي ده هيبقى عبارة عن إيه؟ كله الجلد مش داخل مرتفع كتير هيبقى كولاستيرول وأكانسوزس ومعرفش إيه، صح؟ عامل زي السورايسوس كده بقى الجلد داخل. خلاص؟ الصبغة أكيد يبقى ميدوي، يبقى رجاءً كده كل صحصح معايا كلينيكال ازاي اعرف اقول ان الحاله دي اكيوت ولا ثيرابيوت ولا كرونيك؟ اقول له اكيوت اسيما وموزنج وكرونيك وممكن فيزيكال وكل وكرونيك كلمه واحده جلد دراي لازم يكون جلد ناشف وسكن وهايبر بيجمنتد وسكن مارك والكلام ده كله. لو لقيت حاجه بدو ايه يبقى دي اسمها ايه؟ طبعا اكيوت. طيب هنا بقى بعد ما خدنا الكلام ده كتير في الطبقه بص بقى عايز اقول حاجه مهمه جدا بعد ما قلت انت لازم تحط فوق دي شويه تبس مهمه جدا. التطور الطبيعي ان الحاله تبدا ايه؟ وبعدين لو هي بتخف تبقى صدقه ولو اتكررت كتير كل يوم يجيلك الكلور كل يوم تتعرض لحاجه زي الناس مثلا مانوال ورك كل يوم يجيلك مثلا اسمنت ولا فرامل ولا اي حاجه يعني هيجيلك طبعا كرونيك اكزيما. فالتطور الطبيعي ان انا امشي للاكيوت ها؟ اكثر اكيوت للكلور هي سبب وخير او استمر النظافه الاخرى. صح؟ هنا سؤال بقى في مليون جنيه، بمليون جنيه. هل ممكن حاله تبدا اكيوت وتنتهي اكيوت؟ هل حاله ممكن تبدا كرونيك وتنتهي كرونيك؟ ها؟ تجمع مستعد. على الاثنين يعني بس يعني ممكن تبقى حاله اكيوت وتخلص اكيوت وخلصنا. طب انا قصدي تتكرر كتير وتبقى اكيوت برضه؟
للاسف للاسف في بعض الانواع الجسمه تبدا اكيود وتنتهي اكيود ومهما اتكررت تيجي بسرعه اكيود حتى مهما اتكررت. وفي حالات تبدا كرونيك بطبيعتها انها تبدا كرونيك. قولي ازاي؟ قولي اكيود عشان اشهر مثال للاكيود اللي بيبدا اكيود وينتهي اكيود ويتكرر ويقعد طول عمره اكيود ومفيش منه سبب اكيود ولا كرونيك حاجه اسمها كومبلكس. حاجه اسمها ايه؟ نوران واسماء. يعني ايه كومبلكس؟ بقى تلاقي بتجيبه وزهقان كده زي فيزيكال موجوده كده صغيره هنفكها كومبلكس او اسمها الثاني ديس هايبوثيسيس فورم ايه زمان هنفكها النهارده. انا قصدي الكومبلكس ده طالما فيزيكال موجوده يبقى ده اكيود ليه ده صح؟ ده اكيود خالص اكيود ليه؟ لان الاكيود تلسيمه بس فلما يعمل فيزيكال ده بقى يفضل كده ويختفي كده ويخف كده ولو رجع يعني ما تشوفش منه ولا صرف اكيود ولا منه كرونيك يبقى ده على طول نوع ايه؟ تمام؟ مش راسع عليه كده ماشي يبقى اكيود خلاص يبقى ده مثال. عارفين ان المرض اللي اسمه لايف انسنتكس كرونيك اللي هو بيسموه نيورو درماتايتس ولا هنتكلم عنه اللي هو في واحد يقعد يورش كده مش حاسس بنفسه كده يورش فده تلاقي الجلد يبقى راجنفاي كده خلينا نقول نحو الجلسه في مارس ولسه هاخد التفاصيل دي ايه عشان ما تمرش تتوتر او تتوتر دكتور هو لسه في كوره لسه بس ما سمعتش كل حالات الكورونا
سواء بقى كان لايك سيمبلكس كرونيكلز ولا ما اعرفش كونتنت اناليتكس كرونيك ولا ايا كان المفهوم اللي انا بقوله الحته دي وصلت لحاجه. طيب تعالوا بقى بعد ما شفنا الاكيوت والسب اكيوت والكرونيك كلينيكال نشوف متى ايه بقى الباثولوجي. وطبعا مش محتاج ان انا اقول لك ان الباثولوجي هيبقى موحد واحد. يعني انا جبت حاله اكيوت اتوبيك درماتايت اكيوت كونتاكت درماتايت اكيوت انفكتد درماتايت اكيوت ايا كان الاكسام طالما اكيوت هتاخد منها الباثولوجي واحد خلاص. وده برضه هيسهل لنا في المذاكره. انا مش هقعد اذاكر الباثولوجي لكل ايه؟ لكل مرض. مش هقعد اذاكر الباثولوجي لكل ايه؟ لكل مرض. ده انا بس هذاكر الباثولوجي على بعض والكلينيكال على بعض والموضوع يبقى خلصان. مفهوم ولا مش مفهوم؟ بيجي لي اي كونتاكت لما تسولف الاكيوت ستيج شكلها كذا والباثولوجي كذا. طب والكرونيك شكلها كذا والباثولوجي كذا والموضوع خلصان. اوكي؟ تعالوا بقى نشوف الباثولوجي بتاع كل مرحله. بالنسبه للاكيوت بنلاقي الاتي. اولا اول حاجات انت تقول ليه؟ يعني انت المفروض لو انت شاطر كده نفهمه ما نحتاجوش. وطبعا الناس قدامي واخدين معايا زمان خالص الكيزك بتاع الباثولوجي اللي هو ان شاء الله الناس اللي جايه هنعيده الاربعه اللي جايين نبدا فيه الاربعه اللي جايين. اولا يا وسام اكتب معايا يا وسام ادي اللي بيدرس والتنس هلاقي التنس بلاد فيزل دايلين صح؟ ليه؟ ما رميش والدايلاتيشن ده هو اللي هيعمل ايه؟ يسيب. ما انت اللون الاحمر ايه؟ ردي مش هتحفظ فيه برضه دايلاتيشن. وبعدين بص في البيري ماسكولر الانفلاماتوري سيلز صح ولا مش صح؟ ما هو الانفلاماتوري سيلز دي هي اللي بتعمل انفلاميشن بتاعتها. نوعها الليمفوسايت. لذا لو قلت لكم معظم الامراض كلها ليمفوسايت مع حالات معينه كده. نيتروفيل فنسميها نيتروفيلي، ايزينوفيل نسميها ايزينوفيلي، من الغالب كله ايه؟ ليمفوسايت. طيب تلاقي ديما ديما صح؟ ليه؟ لان انا لما عملت برضه دايلاتيشن زي ما طلع خلايا طالعه ميه اللي هو اسمه ايه؟ ترانسيوتين. يبقى ايه؟ هلاقي خلايا برضه دايلاتيشن بيري باسكولار ليمفوسيتيك انفلتريت ديما. وبعدين تطلع بقى تلاقي الميه دي مش الميه دي تحت تطلع فوق بقى تطلع فوق يا نوران تمشي بين الخلايا صح؟ لما تطلع تمشي بين الخلايا تقعد ماشي لحد ما تطلع على مين؟ على السيرفس ده صح؟ يسموها ايه؟ اوزين. يسموها ايه؟ اللي انت بتشوف عليه اوزين كده. يبقى انت عندك سبونجيوزس ها؟ في الباثولوجي بان على اي ايه؟ اوزين في الكلام. بس احنا كنا قلنا زمان ان زي ما الميه بتطلع ممكن الخلايا اللي تحت تطلع برضه. حاجه اسمها انزوسايتوزس. شفت حضرتك اول محاضره؟ عندنا رقم ما حضرتكش اول محاضره. لسه حاضرينها قريب وانا مثلا لسه حاضرها قريب. عم رقم حضرتك وانت لسه حضرتك قريب في نادي. انا عايز اقول ايه؟ زي ما حصل سبونجيوز ان الميه طلعت من الديرمس للابيديرمس الخلايا برضه اللي هي الليمفوسايت تطلع من الديرمس للابيديرمس بيسموها انزوسايتوزس. لو الموضوع سيبيه قوي الميه دي تتجمع في حتت تعمل سبونجيوتيك فيزيكال اللي هي تبان تليك على اي دي كلها. بس ده ما يبانش الا لو حاله سيبيه. عشان كده تبص على الرسمه تلاقي الرسمه جميله جدا. اولا انا جايب لك رسمه اللي هي اللي فوق دي. طبعا انا جايب رسمه عنيفه جدا. دايما السبونجيوز يتجمع في ايه؟ في تجمعات ميه صح؟ يعني اللي بيدرس فوق هو اللي بيدرس تحت. الحاجات البيضاء دي تجمعات ايه دي؟ للميه. انا عايز اقول لك ان السبونجيوز هنا عامل ايه؟ تجمعات للميه. شايفها؟ هي مرارة شايفها تجمعات للميه. طبعا انت لما تشوف الصوره دي تقول له تعرف العيان ده بالتاكيد كلينيكال عنده ايه؟ عنده ديسك صغيره وقله كبيره على الباك جراوند والريسيما اوزن وكده وده معناه ان الحاله سيئه. لكن انا مش شرط اشوف الديسك دي ممكن اشوف سبونجيوز بس. خلاص؟ حد فين؟ يبقى انا بكل بساطه من غير ما اقعد احفظ من غير ما اقعد احفظ ايه؟ اقعد احفظ ايه الباثولوجي بتاع اي اكيوت ديرماتايتس او اكيوت اكزيما؟ كله بص هتلاقي برضه دايلاتيشن وفيري باسكولار وفيري سبونجيوزس وسايتوزس وفيري ديسك دي ممكن والموضوع يبقى خلصان يبقى خلص. بتوع الباثولوجي شطار جدا عشان قلنا تمام كل الامراض عندهم اسمها درماتيتس بس يسميها كيروسوريزي فور ولا اي ماي هم بيسموا دي بقى سبونجي وفور درماتيتس او سبونجيوتيك درماتيتس. ليه؟ لان الحاجه البارزه قوي فيه حته ايه؟ سبونجيوز اللي هو عباره عن ايه؟ نورد سبونجيوزس وجود فلويد بين الكيراتينوسايت وبعضها الميه تمشي بين الخلايا مفهوم؟
عشان كده لقينا كده حاجه غريبه جدا في العنوان فوق كده كلمه الاكيوت في قوسين ايه. يبقى انت لو عايز تنجز كده في الكلام وتتكلم كده بسرعه وباختصار وبتاع تقول له بص الهيستوباثولوجي هو اكيوت اكزيما او اكيوت اكزيمينيشن از سبونجيفيتس. ده لو انت مش فاضي طب عايز تشرح تقعد تقول له يعني في كده وفي كده وفي كده مفهوم ولا مش مفهوم. طيب احنا قلنا الموضوع بعد كده هيبدا شويه يبقى ايه صعب اكيوت وبعدين يوصل للكورونا. هقول انا الكورونيك دلوقتي لان الكورونيك ده الحد الاقصى. هو ايه اللي حصل في الكورونيك؟ ليجن عامل ازاي؟ ليجن بقى سكت وعليه سكيل وكمان وكمان هو سكيل ماركينج وبيجمنتيشن وكمان اللون ابتدى يهدى بعد كده المرض دايتيشن قل والانفلتريشن قل. فتقول له بيحصل ايه بقى؟ اصل انت لما تحصل لك ريبيتد اكسبوجر لنفس الحاجه الجسم يقول لك وبعدين بقى وبعدين بقى كلمات انا ده اللي هو مش عايز يفهم ان ما يتعرضش تاني للحاجه دي صح؟ يبدا جسمك يزهق منها يقول لك وبعدين بقى هو كل ما يتعرض للكلور بايديه بقى مش يبطل بقى يتعرض للكلور مفيش فايده فيه كده بتوع المناعه عادي يقول لك ايه طب وبعدين كل مره الجسم ياخد قرار غريب جدا لازم ابدا اعمل هايبر كيتوزيس السكند كورنيال بيبر اكنسوزيس للدرمس كل ايه عشان احاول احمي نفسي من ايه؟ انت لما بتقعد تمشي كتير جسمك بيعمل هايبر كيتوزيس كله عشان يحميك من الكلام ده. وانت برضه لما تقعد تتعرض للتريجرز كتير جسمك يقول لك ايه خلاص انا اعمل هايبر كيتوزيس واعمل اكنسوزيس وبتاع واحاول اخلي الجلد تخين عشان ايه الجلد يستحمل شويه وهو بيعمل ده. ده فكره الكرونيسيتي في ايه؟ في الاكزيما. عشان كده الاكزيما كل ما تطلع تيجي تبص على الصوره اللي هي رقم 50 اللي تحت خالص تلاقي الدرمس ابتدى يكبر صح؟ بقى فيه هايبر كيلاتوزس وهكذا. بس على فكره مفيش بقى سبونجيوزس ولا بتاع ولا الكلام ده كله. وحتى المازو دايلاتيشن والانفلميشن هيبقى ايه؟ لان هو مش خدها لك دلوقتي. هو هنا خد قرار تاني خالص قال لك ان انا اخد قرار ان انا اكبر الجلد. وطبعا الناس اللي قدام الاكنسوزس ده ريجولار ولا غير ريجولار؟ هو اسمه ريجولار ليه؟ لان الداتا ريتش مش لازمه نفس الداتا. بص انا هرسمها عشان الناس اللي قدام طبعا الناس اللي قدام عارفين ان الداتا ريتش المفروض تبقى كده ده اسمه ريجولار. لكن لو بتلاقي حته فوق وحته تحت وحته فوق مش بيبقى اسمه ريجولار. طبعا الشكل ده مش شايفاه اهو اهو دي حته تحت مش قد بعض يعني نوري الناس اللي قدام اهو شايف هنا يعني حته قصيره دي قصيره مش منتظمه اماني يعني دي مش قد دي مش قد دي. لكن السلايس اللي كان سلايس كان كله يبقى على ايه؟ خمس واحد تمام. طبعا احنا معانا سنة الرقم مش عارف ايه؟ هيك مش منتظم. علشان كده اقول لك ايه بقى؟ لو كله صحصح معايا هو عامل زي السلايس بس هو مش سلايس طبعا. فتيجي تعمل باثولوجي في كلمة واحدة يقول لك انا ايه هسمي الكورونيك اكزيما سورايسي فورم درماتايتس. يعني من الكلام في العنوان فوق سورايسي فورم ايه؟ طبعا لما يجي بتاع الباثولوجي يقول لك ايه؟ طب ايه الامراض السورايسي فورم درماتايتس؟ تقول في الاول سورايسس في الاول وبعد كده تقول له بقى كورونيك اكزيما مفهوم ولا مش مفهوم؟ اذا الاكيوت اقصى اليمين ده عباره عن ايه؟ سبونجيوتيك ايه؟ الكرونيك اقصى اليسار ايه؟ السبعه اللي انا نسيتها ليه؟ لان السبعه فيه كمونة الاكيد عمال جدا الكرونيك عمال يظهر. يعني انا ايه؟ الاقي البازو دايلاتيشن يقل سبونجيوزس يقل كل حاجه تقل صح؟ وفي نفس الوقت يبدا يحصل اكنسوزس بس مش بارز قوي لدرجه فاهمين؟ فتلاقي دي مرحله انتقاليه كده ويبدا بقى يطلع سكيل على الجيل سكيل في بروليفريشن بارا كيلاتوزس. عشان كده تلاقي ايه؟ تلاقي السب اكيوت دايما هي مرحله تجمع من الاثنين. يعني تلاقي شويه بارا كيلاتوزس وشويه اكنسوزس بس ما هوش ايه؟ لسه مش فول استابلش لسه ما عملش بلاك كده. وتلاقي المصدر ده الشتا ده يقل بس موجود بقى مينيمال والانفلتريشن موجود بس ابتدى يقل وهكذا. يعني هي بين البيتين عشان كده هي مش تشتاش لوحدها هي تاخد حته من دي وحته من ايه؟ الاكيوت بيقل والكرونيك بيظهر. هيروحوا مسمين النوع ده ايه؟ شوف اكتب ايه؟ سورايسي فورم يعني سورايسي فورم يعني ده الصفر دي. على فكره لو حد بص على الصوره دي هيلاقي لسه في شويه سبونجيوز. انتوا عارفين النقط البيضاء اللي وسط الشريحه شايفين النقط البيضاء اللي هي بين الخلايا دي؟ ها؟ ده لسه بواقي سبونجيوز. مين شايفها هنا؟ انت لميا مش هتشوف النهارده؟ ايوه انت شاطره جدا وريها لهم كلهم. ها؟
هنا فين الكوارث والبيوليس؟ ايوه بص النقط دي تحس ان لسه في شويه فواصل بين الخلايا كده، وهي كل جروب وراها نادر اثنين دي فين؟ فين هنا؟ يا سلام كروسان، شفتيها النقط البيضاء دي؟ يلا وريها بقى الجميع. لا لا دي 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 حسن الان شاطر اثنين سمر الان السلام ده حاول ثاني يا سلام الناس كلها بقت ايه؟ لسه بقى الراجل ايوه في لسه في طبقات من الخلايا صح؟ لسه بس على فكره دي بتتلم كان زمان شوف الطبقات قد ايه؟ هي بتتلم بقى وابتدت دي بيرخم شويه بس مش زي مين؟ شايفاها؟ شاطر ها؟ بس اللي ورا دي شاطر. يبقى اذا ايه؟ انا نفسي بس نركز مع بعض كده ودي حاجه كبيره جدا جدا جدا. اي حاله اكزيما على خطه ايا كان اسمها سواء كانت انجوز ولا ها؟ سواء كانت اتوبك ولا كونتاكت ولا بتاع كله كلينيكال عندي تصور وباثولوجي عندي ايه؟ تصور. لو انت اكيوت يبقى انسيما وبوزيك وبتاع وفي سبونجيوزيس في الشعير. طب لو انت لو كرونيك يبقى لايكينفيكيشن وهايبر بيجمنت وبتاع وعندي سوريز فورد وخلص. طب لو انت سب اكيوت ميد واي ميد واي كلينيكال وميد واي ايه؟ تصور. هتفهم حاجه؟ ومن حسن الحظ يعني حسن الحظ ان ناس كل حالات بتكسب كل حالات دي يعني الاكيوت بتاع الاتوبيك هو هو الاكيوت بتاع الكل. يعني كده عندي عشان كده كنت دايما احب ابدا بالكلام ده. هاخد بعد كده حاجات وباخد بالك اتوبيك ها كلينيكال الاكيوت نفس الكلام الباثولوجي نفس الكلام وخلصنا خلاص. مفهوم كده؟ سؤال قولي سؤال. السبب ان انا الكيوت اللي يبدا يعمل هايبر بروفريشن شويه. شو هو البارك اللي كنت دايما بتستخدمه عشان سكيلز؟ كان في اسمه سكيل؟ بالظبط كروني سكيل. بص بص شوف الصوره اللي هو شكلها عامل كده. هتلاقي سكيل لازم هتلاقي شويه سكيل طبعا. ماشي؟ انتوا كده بروح عامل كورس سكيل مش هتلاقي سكيل. هو شباب يبقى فاكر هو ده الشباب اللي بيقول فشباب هو انام شويه كده يعني انا انام وانا شايف هو ده لما تكمل ماشي حاضر يا حسن. انا بقول لك انا حاسس بتاع الباثولوجي بيرد الكلام كده سواء كده صح. استنى يا بنت استنى الكلام مهم جدا. طبعا بتاع الباثولوجي اصله لما هيرد مش هيرد الا كلمه التلاته يا اكيو يا سبب اكيو يا كرونيك يا هايبر. لان هو مش عارف النظره ايه. انت جاي منك فاهم فاهم وجهه نظره هو انت جبت سؤال استنى 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 انت جبت له حته من الاكيوت بتاع الاتوبيك وحته من الاكيوت بتاع الكونتاكت وبعت له الكلام ده هو لا يمرق ان يشخص كلينيك لان هو عنده كل الاكزامات نفس المنظر. يقول لك ايه؟ This is a picture of acute dermatitis او spongiotic for clinical correlation. For clinical correlation معناه ان هو مش عارف يعني مش عارف لا هو معناه ان هو اصل الاكزام كلها عنده واحده. يقول لك انت شوفها بقى ليه اتوبيك شوفها ليه كونتاكت رغم انت من الجسم امين ايوه بالظبط كده. يبعت له حاجه سابقه كده يقول لك هو شاف ايه؟ شاف سبونجوز بس مش كتير هايبر كيراتوس اكاسوس بس ذيس از ابيكشر اوف سابقه كيوت درماتايتس. سابقه كيوت درماتايتس بتطلع سيبوريك درماتايتس بتطلع كونتا بتطلع بكريت بتطلع بتطلع ما ماليش دعوه بس انت بقى تشوف اكنيتك. هو بيقول لي كده عشان هو مش عارف ولا غلبان ولا بتاع عشان هو ده اللي بيشوفه. هو مش بيشوف حاجه مميزه لكل مرض عشان عمال اقول الكلام ده الصبح نقول تاني من الصبح كل حالات الاكزيما كلينيكال الليجن ثابت اصلا في الباثولوجي ما فيش حته من هو مش بدي له العيال ولا بدي له العيال هو الحته دي موحده بالنسبه له مش هيقدر ولا يقدر يقول لك ان هي بتاع اكبي ولا بتاع كونتاكت ما يتبقاش فيها يعني. انت وليه تقول كده؟ خلصنا منك ليه؟ كان مستمع لك كل حاجه. طب الايتشنج بقى مش المفروض الايتشنج ده بيشيل السكينز من الفم؟ ما هو البروس شغال. طب يعني برضه بيبقى موجود في الفم؟ موجود في الكرونيك و حاجات كتير طبعا موجود بس طبعا في انواع مختلفه زي ما هنشوف دلوقتي اكيد في سكيل في كل حاجه. طب ايش اشاره حاجه وخلصنا؟ طب ما هو المرض ما خدش ده موجود فبيطلع من غير شغال. فهمت ليه بيقولوا كده في الباثولوجي؟ حتى انا اسال حاجه. اسال حاجه تانية؟ انا اسال خمسه. طب انت قاعد اسال طيب هو واحد يسال كله يروح.
ركوعي منه ده يبقى رب يكون وصلنا للرساله دي، للرساله دي الاكزيما او الدرماتايتس. انت فهمت الاكزيما مصطلح كلينيكال والدرماتايتس مصطلح باثولوجي. دي مجموعه امراض تتشابه كلينيكال وباثولوجي في الستيج بتاع الليجن، صح؟ انا لو الليجن بس كده متصور لوحده كده بس مش عارف اقول ان دي اكزيما واكيوت واكزيما وكرونيك، وفي الشريحه اقول دي اكزيما او درماتايتس اكيوت وصعب اكيوت وكرونيك، وانت لا شوف العيان على بعض وقول الحاله ايه ولا مش اوكي. دي حاجه حلوه وحاجه وحشه. حلوه في المذاكره مش هذاكر كتير، باثولوجي بتاع الشاب ده كله اتعرف خلاص. بس انت في السنه وقت ذا هيستوباثولوجي اوف اتوبيك درماتايتس شو انت بتتقل بقى في اللجنه تقول لهم انا اعمل ايه ده وانت دي الجهود ده تمام. المذاكره لو انت فاهم تقول بص الاكيوت ستيج سبونجيوزس وما اعرفش ايه، الكرونيك ستيج سرايز فورم وهايبر ريتاليشن. عارف حتى لو انا كريت البيكشر هتالفها برضه من غير ما تشوف حاجه، تقول لك الاكيوت ايزيما او يبقى كل الاكزيما كده. مفهوم انت ليه؟ اه يبقى الحمد لله. يعني نكمل اللي بعده ولا مش هنكمل؟ اه انا هكمل. احنا خلصنا المقدمه. طب في المرض اي حاجه تكمل عليها ازاي؟ اكيد طبعا اللي نايم واللي ما نامش واللي عامل يعني بوس عمال ياخد كهرباء عندهم كل العبر بصراحه في المجموعه فيها كل العبر. حلو بس انا مش عارف ايه حاجه يعني اكيوت وكرونيك كلينيكال اند باثولوجيكال، وده موحد
بالضبط بالنظر عن نوع الاكس ماشي. في بعض الانواع تبدا اكيوت وتنتهي اكيوت زي الكومبلكس، في بعض الانواع تبدا كرونيك وتبدا كرونيك زي دي. يعني مش لازم كل يمر كل ايه المراحل دي. العلاجات هتبتدي مين بس؟ بالظبط نحاول نتفادى الحاجات اللي بتزود الموضوع ده حسب المرض بقى دي خطوط عامه يعني. وندي انتي انفلاماتوري استرويد، لما كانش يبقى استرويد سبريدنج يبقى ايه بقى؟ حد فاهم حاجه؟ طيب زي ما احنا متعودين برضه هتلاقي في صفحه فيها سامي صح؟ انا بعد ما اشرح الكلام صفحه كده لخبطنا فيها الكلام ده كله. الصفحه دي فيها حاجه حلوه خالص، الجدول تحت كده، الجدول كده تحت خالص. انا حابب الجدول ده جدا. الجدول ده عباره عن ايه؟ جدول اكيوت ها؟ جدول كلينيكال بتاعهم ايه؟ عارفين الجدول ده لو محفوظ جواه كده لو في مدارس وبابيرة وكده تبقى الدنيا سهله جدا. عشان كده هطلب منك تبص عليه لمده دقيقه. تقراه بسرعه لمده دقيقه بس. وتتاكد بس ان انت ايه ها؟ ان انت يعني فاهم الكلام كده وحاسس الكلام فاهمين كده؟ وربنا يبارك لك. ها كان مفهوم؟ هو الكونفلكس بين التقسيم والاكسوجنس والاندوجنس. ولسه مش راح. انا لسه قلت لك اشرح لك ايه؟ هنا يبص على الجدول بتاعك مش الجدول اللي فوق يا جماعه، الجدول الثلاثي ده. طبعا تاخد بالك يبقى صوره هي حاطط كلمه في الاول، انت لو مشغول مش فاضي هيكون القيمه دي وخلاص. زي ما قلت لكم زمان انت لو مطلوب منك تتكلم على الاكزيما كلها في ثلاث دقائق هتتكلم. بتقول لك اكيوت سبونجيتيك خلاص ادي الدكتور دي فين؟ عايز بقى تقعد تتكلم فيها سنه تتكلم وهكذا. الامور كده تمام يعني يا شباب ولا ايه؟ طيب في بس مين معاه الكتاب القديم اللي هو البروتوكول ده الاخضر ده ولا اسمه ايه؟ ايوه السمري الجدول اللي فوق فيه غلطه بسيطه خالص. غلطه صغيره جدا يعني مش غلطه يعني شوفوا بقى مين يطلع الغلطه وما ياخدش حاجه. هو بس الجدول مهموم يعني انا كاتب ايه يعني طبعا مع الكتاب الجديد ما لوش دعوه بالكلام ده يعني انت هنا فين؟ ماليش دعوه انت الكتاب القديم دي بس غلطه كده في الخطه المطبعيه ان مكتوب الاكسوجينوس مكان الانفيرجن ده القديم. ولما تيجي فوق دي كنت معاه كده ايوه هتلاقي الاكسوجينوس ايوه المفروض يتبدلوا بس هتلاقي فوق ايه؟ اندوجينوس اكسجينوس يعني المقلوبين بس. بس طبعا ايه اول واحد اللي هي الاندوجينوس يعني. خلاص خلاص يا سامعة. هو انت تمام كده في الفكره يا استاذ؟